كابتن اسامه، يمكن احد اسرار عظمه النادي الاهلي هي شياكه مسؤوليه في التعامل مع الغير. اه طبعا، ما زي ما علاء وشريف قالوا دي مش جديده على النادي الاهلي، كل اللي اتعامل مع اداره النادي الاهلي عارف كده، وكل سواء بس مش المدربين، اللاعبين عارفين كده، ولاعبين لعبوا في انديه اخرى عارفين كده تماما ولعبوا للنادي الاهلي، ايضا المدربين نفس الشيء. فهي سياسه قديمه وهتفضل ان شاء الله. المدرب الجديد اللي هيجي هيبقى كده، واللعيبه الجديده اللي هتيجي هتبقى كده. فمعروف النادي الاهلي بتاريخه وطريقه تعامله مع اي حد بيرتبط بيه. مستر موسيماني راجل جه حقق بعض النجاحات وايضا حقق بعض الاخفاقات، وده طبيعي في كره القدم. بنقول له متشكرين جدا على الفتره اللي قضاها في النادي الاهلي، وانا متفق مع الكباتن طبعا انه مش بس موسيماني، كل المدربين اللي مروا قبل كده او حتى اللاعبين هم اللي بيستفادوا اكتر من النادي الاهلي اكتر منهم هو، منهم هم كاشخاص يعني. لانك انت كل واحد فينا بيضيف جزء بسيط للنادي الاهلي كلاعب كمدرب كاداري اي حاجه، ولكن النادي الاهلي هو الاكبر. زي بالظبط يا ايمن ما بتقول انت كده، مثلا انت مثلا النادي الاهلي ده بحر مثلا، او الهرم وانت نقطه ميه فيه، او الهرم وانت طوبه فيه، فهو الهرم الاساس يعني، او البحر هو الاساس مش نقطه الميه يعني. فنتمنى له كل التوفيق في الفتره اللي قضاها معانا والفتره الجايه، وايضا ان شاء الله نتمنى التوفيق للناس اللي هتبقى متواجده في الفتره القادمه. والتغيير بيحصل وسنه الحياه، وهو مستر موسيماني نفسه جه في نص الموسم يعني، لما جه هو اصلا في علاقته مع النادي الاهلي جه قبل بطوله افريقيا بدور قبل النهائي. فده موجود في كره القدم، فنتمنى له كل توفيق، ونتمنى النادي الاهلي كل التوفيق، والنادي الاهلي ما بيتاثرش بغياب مدرب او لاعب. صحيح. لان العمليه مستمره يعني وماشيه يعني. صحيح يا كابتن.